إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم. بعض الناس إذا أراد أن يدعو فلنقول يريد أن يدعو بمال يقول اللهم ارزقني مالا قدره كذا، اللهم ارزقني بيتا هيئته كذا، اللهم ارزقني زوجة صفتها كذا، طولها كذا، وشعرها كذا، وعرضها كذا. كل هذا لا يجوز، هذا من الاعتداء. اسأل الله عز وجل الزوجة الصالحة. والذين يقولون هذا دعاء احفظه احفظه، وهو من أعظم الدعاء لأنه في كتاب الله عز وجل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسأل الله عز وجل أن يختار لك الأتم والأصلح، فإن الله عز وجل أعلم بك من نفسك، ولو وكل الاختيار لك في كل أمرك لاخترت الأسوأ مما قضى الله عز وجل لك. لو أن المرأة أراد أن يخطط لنفسه في دراسته وربحه وتجارته وصحته وسقمه وغير ذلك لكان ما كتبه الله عز وجل خير مما أراد لنفسه. وأيم الله، لأن الله أرحم بالعبد من نفسه.